هنتكلم النهارده على سبايرو كيتس. سبايرو كيتس يعني اللولبيات، سبايرالز. سبايرو كيتس دي ثلاث انواع. اول نوع منها فيري نارو كويلز، دي بنسميها تريبونيما. تقول وراي تريبونيما، تريبونيما. تاني نوع فيري وايد كويلز، يعني التموجات دي واسعه، هنا ضيقه، دي اسمها بوريليا، بوريليا. تالت نوع ضيقه كده ولها سكندري كيرف واند باي هوك، دي بنسميها ليبتو سبايرا. يبقى دي تريبونيما، خلاص فيري نارو، بوريليا فيري وايد، التانيه فيري فيري نارو ولها سكندري كيرف واند باي هوك. فعشان افتكرها دي يبقى اقول عليها ليبتو، يبقى ماشي عادي، سبايرا يبقى ليها سكندري كيرف، ليبتو سبايرا من كلمتين، يبقى هي مكونه من حاجتين. طيب التريبونيما دي اهم واحده عندنا. التريبونيما، في تريبونيما باليدم، قلنا بالاسامي، تريبونيما باليدم، تريبونيما باليدم، تريبونيما بيرتينيو، تريبونيما بيرتينيو، تريبونيما رايتر، زي وكالة رايتر. يبقى ايه تلات انواع من التريبونيما اللي هي فيري نارو كويلز، تريبونيما باليدم، تريبونيما رايتر، تريبونيما بيرتينيو. قبل ما ابتدي انا تملي بديكم قواعد عامه. السبايرو كيتس ده ايه؟ تتسبغ بالواد الجيمس اللي بيروح كازينو الفونتانا، يبقى باي جيمسا اور فونتانا ستيت. بالجيمسا تبان فينت فايولت، في العمليه هتشوفوها فينت فايولت، بنفسجي فاتح. بالفونتانا هتبان ديب براون، بني غامق. يبقى دي اول حاجه في السبايرو كيتس، الصبغه بتاعتها. تاني حاجة الاسبايروكيتس ملهاش ديفينيت كالتشر، فيها كالتشرز معقدة جدا، انما احنا هنقول مفيش داعي ان احنا نزرعها قوي يعني. تالت حاجة كل الامراض اللي بتسببها العلاج بتاعها بنسيلين، بيتا لاكتام. يبقى دلوقتي الاسبايروكيتس عبارة عن سبايرالز، لولبيات سبل بالجمسة او فونتانا، بتتعالج بالبينيسيلينز. سبايروكيتس في فيري نارو كويلز تريبونيما، فيري وايد كويلز بوريليا، فيري نارو كويلز والسكندري كيرف واند باي هوك، هوك يعني خطاف، زي خطاف الكتير وقالوا لي، يبقى دي ليبتو سباير. هنيجي نتكلم على اول واحده واهمهم اللي هي تريبونيما. التريبونيما في تريبونيما باليدم، وفي تريبونيما رايتر، وفي تريبونيما بيرتينيو. التريبونيما باليدم هي الكوز اوف سيفيلس، والسيفيلس دي مربوط بالرمز ده، يبقى ما اعمل اس عليها شرطه كده تبقى ده سيفيلس. زي ما بتيجي تعمل علامه الدولار يبقى دي اعرف ده الدولار استرليني، لكل واحد ليه علامه، يبقى ده سيفيلس. السيفيلس ده مرض سيكشوالي ترانسميتد، وقلنا سيكشوالي ترانسميتد باللغه الطبيه البحته فينيريال ديزيز، مرض تناسلي سيكشوالي ترانسميتد، يبقى اذا ات انفكت بوث ميل اند فيميل. طيب السيفلس ده بيمر بمراحل، المرحله الاولى اسمها برايمري ستيج، ودي تبان على العيان فسفوسه كده فيري هارد بينلس، دي اسمها شانكر، يبقى شانكر ده بينلس انديوريتد سويلنج، فيري سمول سويلنج، انديوريتد يعني هارد سويلنج بينلس. طالع فين؟ طالع على الجينيتال تراكت. يوم العيان ما يقول لك دي فسفوسه او بتاع اي حاجه، ولا يروح لدكتور ولا يحرج نفسه ولا الكلام ده كله، فيروح داخل على طول الشنكر ده يختفي ويتحول الى سكندري ستيج. العيان سكندري ستيج بتلاقوا عنده كون دايلوماتا، كون دايلوماتا يعني بروزات مدلدله كده بيضه، حد بيسموها
كونديلوماتا لاتا، لاتا يعني اللاب، ولاب الفرنساوي يعني ابيض، لبن لبن يعني. فهي بتبقى شكلها زوائد كده صغيره ولونها ابيض. طلع منين؟ من الانا الاوريفيس، من الفاجينا، تمام. يبقى دي الكونديلوما زائد سكين راشز، يعني حاجه كده طفح على الجلد كده لونه ابيض، سكين راشز. هيقول لك الله ده حاجات المدلدله دي صنطة مش عارف ايه، بقى خايف يروح للدكتور يكشف، وشويه اللي بتاع ده عندنا تانية ولا امراض، فما ايه ما يهتمش ويخش في التيرتشري ستيج. تيرتشري ستيج يعني جاما. يعني ايه جاما؟ يعني الخلايا، بعض الخلايا بتاعت الجسم يحصل لها نيكروزس جاما، هتاخدوها في الباثولوجي او خدتوها الجاما دي، فمثلا ممكن تعمل سيفيليتك اورتايتس. يعني ايه سيفيليتك اورتايتس؟ يعني تروح جايه في الاورطه وعامله انيوريزم كبير كده وتروح مفرقع، العيان يموت. يعني ده الاورطه. تيبس دورساليس يبقى حاجه اسمها سيفيليتك اورتايتس، او يجي في السي ان اس يعمل حاجه اسمها تيبس دورساليس. تيبس دورساليس تلاقي العيان بيمشي كده زي الانسان الالي كده. يبقى دول المين سيفير كومبليكيشن. السيفلس بيمر بثلاث مراحل. برايمري ستيج شنكر، يطلع فسفيس كده على الجينيتال تراكت، وبعدين سكندري كوندايلوماتا لاتا، وقلنا لاتا يعني لا، ها يعني لونها ابيض، وبعدين وايت سكين راشز طفح جلدي ابيض، وبعدين يختفي ويخش الايه الديستركتيف ستيج اللي هو يعمل نكروزس في بعض الخلايا زي الاورطه، تؤدي سيفيليتك اورتايتس يعني انيوريزم. كلمه انيوريزم يعني بالونه، بالونه في الاورطه، وبعدين البالونه دي تكبر تنفخ بالونه تروح مفرقعه. وبعدين ممكن تيجي على السي ان اس وتعمل تيبس دورسالس وسعيده باي باي العيان. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. ادي الايه؟ الستيجز اوف سيفلس. طيب الشنكر ده بيجي فين؟ قلنا في الجينيتال تراك. انما في بقى يعني اب نورمال سكس ممكن تيجي في الاورال كافيتي. فين في الاورال كافيتي؟ على الليبس، على الجم، على التنج، تعمل الشنكر ده. اذا في جينيتال واكسترا جينيتال سيفلس. اكسترا جينيتال سيفلس في الاورال كافيتي، يجي على الليبس، على التنج، او على الجم. طيب السيفلس ده بقى اعالجه بايه؟ ببنسيل. اشخصه ازاي؟ اكوردنج تو ذا ستيج. اذا كان هو في البرايمري ستيج يبقى ما عنديش غير شنكر. ادي الشنكر اهو وبينلس، انضفه كويس واعمل جنتل بريك بابره كده او دبوس اهو، واروح فاعص بايدي كده يطلع اكسوديت. الاكسوديت ده اروح واخده وعامل منه فيلم، عامل منه سمير، احطه واعمل منه فيلم، اسبغه بايه؟ بجمس او فونتان، يبان ايه؟ فيري نارو كويت. كل السبايروكيتس ار موتايل. الموتيليتي دي اعرفها ازاي؟ اعمل لها موتيليتي تيست. الموتيليتي تيست حاجه اسمها دارك جراوند مايكروسكوب او دارك جراوند الومينيشن. احنا لما تيجي نشغل الميكروسكوب بيبقى فيه مرايه، الميرور جاي منها اللايت رعايه بتركزها على الاوبجكت. هنا بقى مفيش الكلام ده، اللايت بيجي مش كولكتد، لا بيبقى سبريد. لكن لو لقى حاجه في وشه يبقى كولكتد ويبان في الميكروسكوب اللي ما فيهوش نور ده. فيبان ازاي؟ يبان زي النجوم في عز الليل. حد كده يبص في النجوم وهو بيفكر في الموزه، يبص للنجوم كده بالليل يلاقيها بتترعش كده ولونها فضي، اهو ده نفس اللون، لون فضي وحاجه رعشه كده. يبقى دي الموتيليتي اوف سبايروكيتس، ودي بنسميها دارك جراوند اليومينيشن او ذا يوزنج اوف دارك جراوند مايكروسكوب. خلاص يبقى ده دايجنوست. طيب تصوروا
ان السيفلس ممكن يعدي بطريقه فيري سيلي غبيه جدا. ايه هي؟ ان انا ما بقاش عارف ان ده شنكر، لان الشنكر مليان سبايروكيتس وايدي متعوره وقاعد العب في الشنكر. دي حصلت فين؟ حصلت في قاعده امريكيه في نورفورك، ان في دكاتره سنان اوفيسر ضابط عسكري عنده في بقه في بينلس ألسر موجوده عنده ومضايقاه، فراح لحد بتاع اورال ميديسن فكشف عليه قال له لا دي جايه من معدتك ومش عارف ايه، واداله علاج ما خفش. قام بعتوه لايه؟ اورال سيرجري. السيرجري قال لا دي لازم ألسر ولازم اكحتها وبعدين اعملها ستيشن عشان تقفل. ما خفش، قام راح رايح لواحد بتاع اورال باثولوجي، خد عينه بص لقى السبايروكيتس، قال لك دي سيفلس. تخيلوا بقى، اول واحد كشف على هذا الاوفيسر جاله سيفلس، تاني واحد اللي هو الاورال ميديسين جاله سيفلس، الاورال سيرجري جاله سيفلس، وبتاع الباثولوجي اول ما اكتشف الحكايه راح خد بنسلم بسرعه والناس اتعالجت. يعني عاوز اقول لكم ان ممكن لو واحد ايده متعوره ولعب في بينلس ألسر، بينلس في الاورال كافيتي، ممكن يجي له سيفلس. العلاج بنسلم. طب اشخصه ازاي السيفلس ده؟ قلنا شخصه حسب الستيج الشنكر، هعمل بريك واعصر يطلع اكسوديت، طبعا لابس بقى جلافز وبتاع، الاكسوديت ده اخده منه فيلم بسبغه بجيمس او فونتانا واشوفه بالدارك جراوند مايكروسكوب ان هو موتايل. طيب جميل. السكندري ستيج والتيرشري ستيج الاورجانيزم بيقل قوي، ممكن يبقى موجود في الكوندايلوما. انا مش عاوز الهازاردز ان انا ادور على السبايروكيتس نفسها في حتت واقطع واشوف وشغلانه. فادور على ايه؟ قالوا ندور على الانتي بوديز. ادور على الانتي بوديز دي ازاي؟ لو فاكرين في الايمونولوجي ان احمد دخل الجسم عمل انتي احمد وانتي ابراهيم، يبقى ده هيتيروفيل بيعمل تو تايبس اوف انتي بودي، انتي بودي اجينست النون انتيجين اند انتي بودي اجينست النون انتيجين. طيب السيفلس سببه ايه؟ تريبونيما باليدا. يبقى لما يخش جوه جسمي، جسمي هيكون انتي تريبونيما باليدا. وايه كمان؟ وانتي كارديو لايبين، يعني ليبيد بتاع الكاردياك ماسل. يعني اجيب قلب خروف، حصان، معزه، ناموسه، واحطه في كوليسترول يقوم يطلع الليبيدز بتاعه. اخد الليبيدز ده يبقى هو ده الانتيجين بتاع الهيتيروفيل انتي بودي. يعني معنى كده ان السيفلس لما يخش جسم بني ادم هيعمل انتي بودي ضد تريبونيما باليدم اللي هي الاساس اللي هي الكوز، وانتي بودي ضد الكارديوليبين. الكارديوليبين ده عندي في ازازه كده في المعمل. يبقى انا لو جبت السيرم بتاع العيان وحطيت عليه كارديو ليبين وحصل رياكشن، يبقى على طول الشخص ده عنده انتي كارديوليبين، يبقى 90% عنده سيفلس، مش 100 100. ال 100 100 لازم ادور على الانتي تريبونيما باليدم، هو ده السبيسيفيك تيست. يبقى دايجنوز اوف سيفلس يا اما سبيسيفيك، يو ماست لوكينج فور ذا بريزنس اوف انتي تريبونيما باليدم اللي هي الكوزيتيف اورجانيزم، ونون سبيسيفيك يو كان لوك اباوت انتي كارديوليبيد. الفرق ان ده رخيص جدا، فيري تشيب، ده فيري هاي برايس، ده بيكلفني جامد جدا. طيب اعمل ايه؟ يبقى اعمل ده اهو، لو طلع بوزيتيف لازم اعمل ده. طب هو ممكن يطلع بوزيتيف وانا ما عنديش سيفلس قوي قوي؟ لو واحده حامل عادي ممكن يطلع الانتي كارديوليبين بوزيتيف، لو واحد عنده تي بي يطلع الانتي كارديوليبين بوزيتيف، لو واحد عنده بروتوزوا زي فلاريا والحاجات دي يطلع الانتي بودي بوزيتيف. يبقى اذا ده اسمه فولس بوزيتيف، ما هوش سيفلس. اللي اكتشف الحقيقه الكارديوليبين ده خواجه لازم نهتم باسمه قوي، اسمه ويزر مان، فبنسمي ده ويزر مان تيست او فيزر مان تيست.
وده بنستخدم فيه الكومبلمنت فيكسيشن تيست. طيب امال الانتي تريبونيما بعمله ازاي؟ بعمله باول تيست اسمه فتا تيست. عارفين الفتا؟ فلوريسنت تريبونيما انتي بودي تيست، فتا تيست، او تريبونيما باليدم ايموبيلايزيشن تيست. هو تريبونيما باليدم موبايل ولا مش موبايل؟ يعني بتتحرك ولا لا؟ كلهم مطايق، احط عليها السيرم بتاع العيان توقف الموتيليتي، يبقى اسمه ايه؟ تريبونيما باليدم. اللي كانت موتايل بقت اموبايل. يعني ايه موتايل؟ يعني نوت موتايل. يبقى ايه ده؟ هناخده في العمل. وانا وعدتكم هديكم حصه طويله ساعتين كده او ساعه ونص كلها العمل بتاع الميكروبيولوجي من يوم ما بقول لكم اسمه بوريليا. ايه البوريليا دي؟ البوريليا دي فيري وايد كويلز فين سنتي، دي بتعمل الفينسنت انجينا مع حاجه اسمها جرام نيجاتيف فيوزي فورم باسيلاي، تعمل هيموراجيك ألسراتيف جنجيفايتس، تعمل سور ثروت يشبه الدفتيريا ويشبه الاكيوت فوليكولار تونسيلايتس. في بوريليا باكاليس، باكاليس دي موجوده في البق، في البق يعني، دي نان باثوجينيك يوجوالي، لكن ممكن تخش في بعض الجنجيفايتس، بعض الانفكشنز الخفيفه لما يكون هذا العيان اميون كومبرومايز. في بوريليا ريكارنتس، ريكارنت بترجع، وفي بوريليا داتوني. البوريليا ريكارنتس والبوريليا داتوني دي تهم الطب البشري، بوريليا فينسنتي دي رخرة تهم كله، يهم البشري بس دي اكتر حاجة تهم الاسنان. بوريليا ريكارنتس وداتوني تعمل فيفر ساعة تروح وساعة تيجي، ساعة تروح وساعة تيجي، يبقى ده اسمها ريكارنتس، اسمها ريلابسنج فيفر، يعني الحمى الراجعة تك 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 تك، ساعة تروح وساعة تيجي. لما تكون موجودة بنسمي العيان ده في حالة فيبرايل اتاك، لما تكون مختبئة نسميه يعني نو فيبرايل اتاك، يبقى فيبرايل يعني فيفر، يبقى فيبرايل اتاك و فيبرايل اتاك. ديورينج فيبرايل اتاك الاورجانيزم موجود في البلد بكثرة شديدة، ديورينج افيبرايل اتاك موجود بنسبة قليلة جدا، بنسبة قليلة جدا، فلازم انا اكتره ازاي؟ بحقنه في فار وبعدين اخد من ديل الفار، لان هي بتيجي في البريفيرال سيركوليشن تكتر. البوريليا فينسنتي دي هشوفها ازاي؟ اهي في بق العيان هنا اخد السواب، او في الجنجبة اشوف ايه الحكايه دي واخد سواب واتفرج الاقي جرام نيجاتيف فيوزي فورم باسيلاي ومعاها بوريليا فيري وايد كويلز. علاجهم بنسلم. اخر نوع من السبايروكيتس اللي هو فيري نارو كويلز والسكندري كيرف واند باي هوك اسمه ليبتو سبايرال. الليبتو سبايرال ده بيصيب الفيران وبينزل في اليورين بتاع الفار، الفار تملي بيعيش او بيبقى بجوار الاستجننت ووتر، يعني ايه استجننت؟ مستنقعات في البلد كده، تلاقوا حته رمايه كده مسدود من ناحيتين، مصرف ميه مقفول، يوم ينزلوا الايه؟ العمال الترحيل يا عيني يفتحوا الدنيا عشان الدنيا تمشي، تبص تلاقي السبايروكيتس دي مسكت بالهوك وراحت داخله في السكين بتاعه، تمام؟ بس يكون مفروض ان في يوجوالي جرح مثلا، او ان واحد يجي يتوضا من الميه دي وعنده جرح في ايده، تخش له ليبتو سبايرال وتعمل مرض اسمه ليبتو سبايرال اكترو، يعني جوندس يعني اصفرار، هيموراجيكال وتعمل هيموراج، يبقى العيان ده هيجيله فيفر
جوندس يعني صفار في العين، افتح عينه كده الاقي البياض بتاعها لونه مصفر. شبه مين؟ شبه اللي انتوا عارفينه الهيباتايتس، التهاب الكبدي A وB وC وD كلهم بيعملوا كده، فده يعمل العمله دي. علاجه بنسلم، بس اهم حاجه ان يكون في دكتور في البلد، وهذا الدكتور شاطر جدا، شاطر جدا، وعارف ان دي ممكن تكون ليبتو سبايرال، هيدي العيان بنسلم هيقوم ويبقى زي الفل. مفهوم؟ واقدر ادور على الليبتو سبايرال في البلاد، واقدر ادور عليها في اليورين. فهو اليورين ممكن يبقى هو ده المصدر بتاع السبايروكيتس، وهو ده الدياجنوستيك في البني ادم، بس يكون في معمل قريب، لان اليورين اسيدك والاسيديتي هتموت الاورجانيزم، مش عارف اشوفه هتفتفته. فلازم ادي العيان ده صوديوم بايكربونات عشان احول له اليورين بتاعه الى الكلاين. لو انا هبعت العينه للبندر بقى، يعني انا قريه كده صغيره وعاوز ابعته للبندر، تمام؟ انا قاعد مثلا في فقوس، في ابو كبير، مش عارف ايه، في حتت ما فيهاش معامل رئيسيه. اهو باخد العينه من العيان، بس يكون دي له صوديوم بايكربونات عشان يخليه يبقى الكلاين، وابعت العينه على المعامل المركزيه. كل ده هتاخدوه في العمل. يبقى دي البوريليا. ويبقى كده انا خلصت السبايروكيتس. انما انتوا هتيجوا تقولوا ساعه ما قلت التري بونيما بتعمل ايه؟ قلت لكم بتعمل سيفلس، وده اهم حاجه. تريبونيما مين؟ باليدم. في تريبونيما بير تن يو. تريبونيما بير تن يو. تريبونيما بير تن يو دي بتعمل حاجه اسمها الياوز. مش حدش يقول لي في الشفا ياوز. ياوز ايه دي؟ ياوز. لو انا تكون ماشي عندي يقول له ياوز يا بطل. انما ياوز، ياوز ده عباره عن ايه؟ شنكر بس نون سيكشوال، نون فينيريال، طالع فين؟ في السكين. ده بيجي في التروبيكال اريا، وعلاجه بيني سلم.